يسأل فيها فضيلة الشيخ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشعر الرأس، هل كان يعفيه أم لا، وهل كان لا يحلقه إلا في الحج أو العمرة؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي رأسه، شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. كان له لمة تملأ ما بين منكبيه، وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بها من ناحية التنظيف والطيب وإصلاحها من الشعث حتى تكون على هيئة جميلة. فإذا اقتدى به المسلم في هذه الخصلة، يعني عفى شعر رأسه على الوجه المشروع واعتنى به بالنظافة والتجميل الذي يليق بالرجال، فهذا سنة. والإمام أحمد رحمه الله يقول إنه سنة، ولكنه يحتاج إلى كلفة، ولو قدرنا عليه لفعلناه، أو كما روي عنه رحمه الله. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفي شعر رأسه ويتركه يطول إلى أن يصل إلى منكبيه أو شحمة أذنيه، وكان يعتني بتنظيفه وتطييبه وترجيله حتى يكون على هيئة حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يحلقه تقربا إلى الله عز وجل في الحج والعمرة، ودعا للمحلقين 3 مرات في الحج والعمرة، لأن هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا للمقصرين 1 واحدة. فالحاصل أن تغذية شعر الرأس على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وحلقه للحج أو للعمرة مستحب، وعلى الأقل التقصير، ولا بد من أخذه للنسك، ولكن الحد الأدنى التقصير، والحد الأكمل والأفضل الحلق، وأما حلقه لغير الحج والعمرة فهو مباح إباحة. نعم، بارك الله فيكم. الحقيقة سؤال السائل عن مسألة شعر الرأس وإطالته، وما ذكرتم حفظكم الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك أنه مهم، إلا أن بعض الناس يتعسف الأمور، فتجده مثلا يقصر في طاعة الله، أو مثلا يحلق الشعر الذي أمر الشارع بإعفائه كاللحية أو كشعر اللحية، ويبالغ في إطالة شعر الرأس وهو على مظهر من النعومة والتكسر، فما أدري ما هو توجيهكم في هذا؟ أما حلق اللحية أو قصها أو أخذ شيء منها فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإغسالها وإكرامها مخالفة للمشركين والمجوس واليهود والنصارى، وأيضا عملا بسنن الفطرة وسنن الأنبياء، وأيضا من أجل كمال الرجولة، لأن اللحية جمال للإنسان، وحلقها دمامة، مع كونه تشبها ففيه دمامة وفيه مخالفة للسنة، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته أو أن يأخذ شيئا منها. وأما الرأس فكما مر التفصيل فيه، ولكن العبرة بالمقاصد. من ترك شعر رأسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامله بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل شعره فهذا سنة. أما من ترك شعر رأسه تشبها بالكفار أو بالهيبيين المسمين بالخنافس فهذا محرم، وليس هذا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على الفرق بين الأمرين، إن كان يعامل شعره بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل شعره فهذا حميد، وأما إن كان يترك شعره على الصفة التي يتركها الكفار والفساق وذو الأخلاق السيئة فإن هذا من التشبه المذموم. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.